محليا ودوليا، ومن ثم تفعيل دور مراكز التحكيم والمحكمين والمقيمين والخبراء في تسوية المنازعات وحل القضايا في قطاعات الأعمال ومجالات الاستثمار وحماية أطرافنا لتكون ركيزة أساسية ووسيلة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة التي تتوافر فيها الابتكارات وتبرز فيها الإبداعات في التطوير والتحديث على كافة الأقمار وفي كافة المجالات. إن إنشاء مراكز التحكيم في دولنا وتشريع قانون تحكيم عصري ومستقل لهو المؤشر الهام الذي ينبئ بانهيار عصر التحكيم في دولنا العربية وفي العالم أجمع. وينبغي العمل على ضرورة إدراك الجميع وخاصة القضاة بمتطلبات وحاجات التجارة الدولية الحديثة من حيث الاعتراف بالتحكيم وأحكامه بشكل مباشر.